السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت هذه اللعبة من زمان موجودة على البي سي، أعتقد موجودة بعد إيه موجودة على الآيفون وأندرويد. أندرويد إذا ما غلطان موجودة ولا ما أتذكر. هي عبارة عن اللي قريته المختصر إنه عبارة عن فتاة اسمها فلورنسا، حس إنها عالقة في حياتها الروتينية لا نهاية له، كلها عمل ونوم، قضاء كثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم يوم من الأيام قابلت شخص اسمه كريش، وغير كل شيء في حياتها وكيف إنها تشوف العالم. نشوف اللعبة أو القصة. هي عبارة عن قصة لعبة. فصل أول، حياة الكبار. ساعة سبعة اصحي. لورينسيو العمر 25 سنة، مثل عمري يعني. فلورنسيو 25 سنة. طيب ضغطنا. فرشاة أسنان. من التحكم؟ فركي زين، فركي زين أسنانك. ساعة 8:15 على الانستجرام. لا، شخصين مع بعض. اوكي، لايك. احب الاكل، لايك. لا، ما احب الحفلات. بابي تشيلد، اعطي لايك. الساعة 9، شنو هذا يعني؟ 108. ايش مطلوب مني هنا؟ لحظة، ايش ممكن اشوفه؟ 5. طيب، نفسه المتشابه الرقم. طيب 96 69، شلون كذا نقرا؟ 5 5، 38 38، يعني في العمل، هي دامه في العمل. ماما تتصل، ليش ما رد؟ شلونك ماما، اخبارك؟ تقولي ليش ما تتصل، ليش ما تتصلين فينا؟ ايش فيك، ايش فيك؟ والله يا امي ما شيء، مشغوله في العمل. تريدني ابحث عن صديق؟ لا، ما عندي وقت. ان شاء الله ماما. سأطلبك لاحقا. طيب ممكن قصدهم سأتصل لاحقا أو شيء. ساعة 8 بالليل. شوف كوميدي، مسلسل كوميدي. هذا بعد طايح، هذا بعد صغير. أكلي هذا هذا هذا. ما تروح الجيم؟ ما تسوي رياضة؟ ساعة 11:50 ليلا، تغسل الأسنان. اثناش وعشرين وقت النوم، تنام ساعة 12 وتقوم ساعة 7 أو 8. ذكريات من الماضي. طيب ذكريات، ذكريات في الماضي. كانت صغيرة تلعب، طاح فيها الكتب، كراتين، حصل الدمى مالها القديمة، بدأت تقرأ الذكريات السابقة. فلورنسيو 7 سنوات، لما كان عمرها في 7 سنوات صار راح نرسم الحين. هذا هنا، هذا هنا، هذا هنا. راح نعمل هذا. خلاص كلم كذا أحلى. العلم إيش بعد؟ هذا هنا. Thank you.
كل شيء في كل شيء كل شيء. يب. بترفلاي فراشة نعمل هذا هنا. ملزقات تلزق اشياء وترسم ما شاء الله عليها. يت امها بعد الذاكر بعد اللعب كده ذاكر. اثنين زائد ستة اجابة صحيحة. سبعة زائد 23 يساوي صدق ما اعرف احسب. اوكي سبعة كم يعطيني لي انا ليش اقرا سبعة والله احس اني تعبان مرة على الاخر. صح انه وقت متأخر من اليوم بس ما اعرف ليش احس اقرا خطأ اقرا خطأ. سبعة زايد كم يعطينا 19 14 12. هل الاجابة صحيحة؟ خلص وقت المذاكرة. في عمر 7 سنوات كانت 6 سنوات الحين 7 سنوات. طيب ايش صار؟ طيب نحرك هذا. كان عمر 9 سنوات. طيب كان عندها صديقات فبعد فترة مع مرور السنوات كل حد ابتعد. عمر 23 بدت مشغولة في سوشيال ميديا. كل حد ابتعد كل حد في أعماله. انت تروح للذكريات السابقة الماضية لما كانت صغيرة وعندها أصدقاء وكذا. الفصل الثالث موسيقى. طيب هذا ما نفس الصورة اللي قبل. لا ما نبي لا ما نبي حفلات. هذا أعطيته لايك. لا لا أحب الأكل أرجوك. ليش بنات ليش مطلوب مني؟ طيب تسمع موسيقى سبحان الله. كذا كذا المود صار عندك. انا حصلت حد يعزف موسيقى. بعد هيك صار ايش يعني اغرامي تفيد ولا تفكر في الموسيقى الحين؟ اصول الحياة الكبرى ذكريات موسيقى تصادم. الجزء الثاني الحين تصادم كراش انا تصادمت معه. طيب في احد الايام كانت سوق سيكل بعد ذلك صار طيب نسوي فوكس او كذا. شافت مرة ثانية هذا الملحن اللي كان يعزف موسيقى. Thank you.
بعدها طاحت في الأرض دعمت وصار كراش. دعمت بالسيكل، كانت تشوف الريال دعمت بالسيكل وطاحت في الأرض. شنو هذا؟ ما هذا الريال؟ هذا ملحن شاف الطايحة وراح ياخذها. طيب ساعدها تشيل الأغراض. جلسوا مع بعض يسولفون. كريش كريش، ايوه هذا كريش، هو اعطاها رقم تلفونه الظاهر، رقمها. مقابلات الاولى ما صاروا اصدقاء، صاروا يتقابلون. راح مطعم كافيه كابتشينو لو سمحت. يسولفون مع بعض ويحكيون. هذا الغز، نكمل هذا الاشياء. أول شيء نروح على المنحنيات، هذا الأشياء، هذا، هذا هنا، كأنه نقص واحد، هذا، يتكلمون ويسولفون عن الحياة ويأكلون، ناس مستانسة. بارك شعلومك شو مسوي؟ كوين فيكتوريا ماركت. طيب أنا راح يتسوقون، راح الجمعية. ما شاء الله هو طويل طالع، والله أطول بوايد. ليش هيك نحيفة ضعفانة؟ على كل ذاك الأكل ناكله. اشتري أغراض، اشتري خبز، اشتري شاورما كباب. طيب بعدين صار، والله الحمد لله طيبين، شكرا على الوجبة، شكرا على العزيمة. هذا اللي قالت له، شكرا على العزيمة، أنا كل شيء دفعت. كل شيء دفعت؟ طيب لا، أنا كل شيء أنت غصبا عليك تدفع لأنك ريال. يقول لا والله. في هذا، اي والله لازم انت تدفع. على شلون اجمعك كذا ما تدفع؟ بعدين راح الحفله بارتي، لبسه ملابس للحفله، اخذ عصير برتقال، هو طلب عصير عنب. اي شكله، شوف عصير عنب. ضحكوا مع بعض، يسولفون يضحكون، شافوا بعض لاول مره. هذا انت بنت، قال لها هذا انت بنت. ايش ردت عليه؟ ليش ان شاء الله؟ ايش شايفني؟ فكرني ولد طول هذه الفتره؟ ايش فيك تقترب مني؟ الحين تقول ايش فيك تقترب مني؟ افشت، هذا حبه بعض والله. صادم مقابل الأولى، أحلام الجزء الثالث. صار أصدقاء مقربين. يتذكر الأيام، أول مرة شافته كان يعزف، عازف. كريش هيمر أجاني.
أخذ جائزة يتكلمون عن ذكريات الماضي شلون أخذ جائزة. وصار الليل وهي تغسل أسنانها فتحت كتاب الذكريات لما كانت 6 سنوات. كانت تحب الرسم، ترسم، تحب الألوان. ما ذكرت شلون كانت لما هي صغيرة. ونامت. إلهام. طيب كتب مرابة. طيب الحين هي في الأحلام. طيب إيش مطلوب مني الحين أسوي هنا؟ طيب أصلح هذا الأغراض. هذا ذكريات الرجال. طيب كريش كانت حياته متلعوزة. افتح مراوح شوية ريحة جميلة. هو تعدلت حياته؟ ولا هو نظف غرفتها؟ هذا اللي ما فهمت. هو نظف غرفتها ما ادري ايش كذا. اكاديمية موسيقى. هي شافت هذا اكاديمية موسيقى ماله. لا هي حصلت ورقة اعلان لاكاديمية موسيقى فدعته انه يتعلم موسيقى. ادفع 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 يلا. صرفت عليه دراسة بعد سبحان الله. وين حصل ناس مثلهم يدفعون لنا عشان ندرس؟ صارت ترسم. ترسم ويها رسمها جميل. الفصل الثامن استكشاف. نستكشف وين هذه الصورة التقطوها. درس لوحة التزلج. راح انا كان يتعلم التزلج. هذا كان فيه مغامرات. وهذا لازم نحركهم يعني. ألبوم صور. كان فيه متحف الصور تقريبا. هذا اللي فهمته من الصورة. عائلة همرجاني. هذا عائلته، قابلة عائلته. صار أكل كروي. وش هذا؟ سوشي لأول مرة. كيف هذا آخر ذكرى. حفلة موسيقية. أصدقاء كريش الموسيقيين. إلهام، أحلام، إلهام، استكشاف. خلصناهم. الجزء الرابع. البقالة. راح يتسوقون في البقالة. يقول أنت إيش تريدي؟ إيش اليوم تسوينا عشاء؟
انا ردت علي انت ايش تريد تاكل؟ اريد اكل لحم برياني. لحم برياني؟ طيب ايش مطلوب مني اسوي الحين؟ ايش مطلوب اسوي هنا؟ ليش ما يمشي لا يمين لا يسار؟ طيب نحركه هنا عشان هي تتكلم. لحم برياني، نحتاج نشتري عيش لو سمحت. قال لازم يعني عيش؟ لا ما نريد عيش، نريد برياني من أرز الذهبي. عصبت هي، قالت عجبك ولا ما عجبك؟ لا تاكله، أنا أكله وحدي. طيب كلي وحدك، أنا بروح مطعم. هذا اللي قاله. تروح مطعم وما تشني؟ ايش فيها؟ روح مطعم لانك ما تريد تسوي لنا عيش برياني. قلت اريد عيش برياني بس انتي مو راضية تسوينه، شو اسوي يعني؟ هذا خاطري وهذا نفسي فيه، لو سمحتي تسوي عيش ولا بروح مطعم؟ كله عشان عيش برياني هذا اللي صار؟ صار زعلانين من بعض؟ تطالعني؟ ايش تريد تطالعني؟ عندك شيء؟ غيرت رايك عن العيش برياني؟ قلت ما في عيش برياني، شوفوا ايش يقول. قال خلاص اشلك المطعم معاي. تخرفنت البنت، وافقت. صح، قالوا يسوي اكل في البيت مع بعض، نسوي عيش برياني مع بعض. شوف هذا العيش، هذا الدجاج برياني، وهذا السلطه المقصوطه الخضروات. بعد 6 اشهر في طبخ العيش. اكريش انتقل في السكن معاي، ليش انا ما انتقل معه؟ طيب انتقل مع البنت، ليش معي؟ شوف ايش موجود عنده هذا كذا. رتب هذا، انت روح هنا، انت هنا، رتبهم. ليش ما رتبهم كامل؟ انت هنا، انت روح هنا، هذا هنا، بس هذا هنا احسن. لا انت روح هنا فوق، هذا جوتي 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 كبير. شنو هذا؟ لا انت خليك هنا، بس خليه هنا. هذا تبزيرة ما تبزيرة، هذا ما نحتاجه، خليه هنا. ممكن تروح انت خارج، ما نبي هذا، هذا نخليه هنا. هذا ايش هذا؟ هذا المكان ما في مساحة. ما يصير هذا نخليه هنا. خلاص خليه كلهم هنا الكرتون. فرشاة أسنان خليه هنا. هذا ما نريده مال عبادة مالهم بعد، خليه هذا هنا. لا للموسيقى ما نبي أغراض موجودة هنا، شيل أغراضك هذه تفينا. ما يصير خليه هنا ولا هنا، خلاص. صورة حتى ما تجي، خلاص ما نبي أغراضك.
هذا بيتي وهذا أغراضي. يحلي لو ما عنده مكيف نجلسوا مع بعض. اختبار اليوم. آخ تخرج من كلية الموسيقى؟ هي ليش عندها ألوان رسم؟ ترسمها تحب؟ سعداء معاً. الساعة 7:15 هذا قومي دوام. صار الكلام حتى أحلى. فراولة؟ فراولة؟ لأني أحب الفراولة. شاي؟ شاي خلص شاي بعدين هذا؟ هذا وحده لأني بحبه عشان ما يأكل معي أخذ مكاني. هاي سالفون ويا بعض. وينكس بس اللي ايموجي حزين. لا كنت امزح معاك. شفيك عندك قلب واحد كفي. شفيك حزين. يعني مشتاق. راحت للدوام وصار عشاء يتعشون. ايش هذا باستا اليوم؟ عشاهم باستا؟ ما صارت ترسمه هو يعزف موسيقى. شوف الرسم. هل شوف تسوي كذا. يا سلام رسمة جميلة. حان الآن وقت النوم. الجزء الخامس روتين. بعد سنة من العلاقة روتين. بعد سنة صارت حياتهم روتينية. تغسل أسنان تطلع للدوام أو روح أكاديمية موسيقى. افتكرت أتخرج شو راح يسوي. صارت حياتهم شوي مملة بعد سنة. ماما هلا ماما. شلون كيف حياتك وشو مسوي؟ انا بخير والله. انا بخير. اخبارك كيف اهلك كيف صداقاتك؟ انا بخير. طيب ان شاء الله يوصل السلام. لا والله الدوام كثير مشاغل حياة لهالسبب. ورجع من الاكاديمية. احنا رجعنا البيت. كنا نطبخ مع بعض الحين صرنا نطلب من بيتزا. لازم ناكلهم كلهم من الاول عشان ما ياخذهم. ناخذ شوي شوي من كل صحن. ونعم مرة ثانية. فتور. حياتهم صارت فتور. صارت مملة بعد سنة. العلاقة تصير مملة. ما ينفع نرجع الذكريات. الذكريات اللي صارت بيهم. كان مبتسم الحين صار في ملل بينهم العلاقة. والحياة صارت روتينية. كل شيء صار روتين إذا ما في تغيير. لازم في حياتك يكون فيها شوية أكشن. مشاقرة. صار يتخاصموا كثير. يتخاصموا عشان هي تغسل صحون. هو يشيل الماي. طيب شوفوا مع بعض معصبين. إيش فيك تطالعني؟
ما جالس أطالعك، جالس أشوفك. طيب طالع على كيفك. طيب قلت خلاص لا تطالعني، مليت مليت من مطالعاتك. لا والله أشوف ترفعين صوتك علي. ليش انت مو عاجبك صوتي؟ ما قلت ما عاجبني، بس صوتك زاد. انا صوتي زاد؟ ايه انت صوتك زاد. لو سمحت لا تعلي صوتك، لا تعلي صوتك قلت. طيب انا رايح بيت هلي. صح نسيت هذا الشقة شقتي، انت اللي جيت هني. يا ريال هدي بالك. لا انا ما بهدي الحين. طيب طيب مو عاجبك روح لبيتك. ايش صار؟ شقرنا يا حليلة. هذه التكملة؟ هذا يكون هنا. لا لحظة، مفترض يكون كذا عكس. شلون صار شي؟ شلون صار كذا؟ ليش هم نايمين بالمقلوب؟ مفترض يكون كذا مطالعين مع بعض. طيب تباعد. الموسيقى جميلة. لا 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 تبتعد لا تبتعد، اجلس هنا. خلينا نكمل الصورة، لا تتحرك، كمل الصورة. ترى تكون كذا؟ شفيه ابتعد، شفيه ابتعد. هذا ايده. اجلس، شفيه ابتعد، انا اصلحه ابتعد. خلاص روح ابتعد ابتعد ابتعد. انت هنا. ايش فيهم يبتعدون؟ انا شلون اصلح كذا وهذا يبتعد؟ انت ولوين؟ Thank you.
أخيرا خلصنا منها. كنت مستمتع في الموسيقى الحزينة. فراق؟ تخاصموا مع بعض افترقوا؟ قل هذا عشان ضرابة الصحون؟ واللي صار هناك؟ خذ أغراضك، خذهم كلك بالكامل، خذ صورة مالك. هذا بس تبزيرة مالك كانت هنا. هذا صورتك، خذها. مع السلامة كريشي. يا حليلة صارت حزينة. حليلة صارت حزينة، البنت صارت حزينة. رميت جميع الذكريات في الزبالة عشان تنسى. الجزء ايش هذا؟ الجزء كم؟ الجزء السادس، قطع مبعثرة. ايش مطلوب منا الحين؟ نرتبها مرة ثانية يعني او شلون؟ يعني هي شرخت الاوراق الصور والذكريات، صارت وحيدة ورجعت على الروتين اليومي انها تكون وحيدة طول الوقت. تتصل في امها واخيرا. هلا امي، شو اخبارك؟ شو مسوية؟ بخير. النسيان. يعني تحاول تنسى وكل شوي يختفي في من حياتها. مع السلامة كريشي. وصلت 19 استيقاظ. الحين هي نايمة كذا. صحت من النوم فجأة في نص الليل، راحت لأدوات الرسم. ما قدرت تنام بالليل، راحت ترسم. إيش بس راح ترسم؟ بدأت في الرسم. صار فجر الصباح. شنو هذا الرسم اللي أخذت يوم بالكامل تقريبا؟ طهي مع ماما، راحت زارت أمها. ما كنا وجهها تغير هنا، صارت كبيرة أكثر. الجزء الثاني نادي الرسم. راحت دشت نادي الرسم، راحت المتاجر اشتريت كل هذه الأشياء.
ليش صارت تشتغل في البيت؟ أنا سويت تجارة بروحها تبيع الرسم اللي الأشياء اللي ترسمها. مواصلة الحياة مع أطيب أمنياتي. أنت تعال. لا ما نبي ذا الصورة. مواصل حياتنا يوم رائع بصحبة كريشي. ناخذها؟ لا ما نبي ناخذها. شلون بننساه إذا أخذنا الصورة؟ خلاص بس ما يخلونا. لورنسيو هذا اللوحات اللي رسمتهم راح تبيعهم في المتحف الحين. من هذا؟ هذا يبي يشتري. طيب صارت مشهورة في الرسم، صارت تتعرف على ناس، عندها متحف الرسم بروحها، استوديو الرسم. فجأة إيش صار؟ خلاص مضت في حياتها أو وهذه هي القصة. يعني قصة قصيرة كانت بس ممتعة. جميلة القصة كانت، والموسيقى كانت روعة صراحة. طبعا انا شفت التخفيضات واشتريت تقريبا دولار واحد، كان في تخفيضات في ستيم بس موجوده على الهاتف. على الايفون شفتها موجوده، اندرويد ما استخدم اندرويد فيمكن تكون موجوده يمكن لا. وهذا قصه فلورنسا، عباره عن فتاه كانت مشغوله في حياتها في يومياتها، مشغوله على مواقع التواصل الاجتماعي، على اشياء مبتعده من العالم، قابلت شخص يعزف موسيقى شافتها انعجبت فيه عاشت حياتها، بس للأسف كان في بينهم اختلاف وما توافقوا ويا بعض استمرت على حياتها. بس حياتها تغيرت، يعني الشخص اللي تعرفت عليه غير رؤيتها للعالم، كانت هي تعيش في روتين يومي. وهذه القصة باختصار، بصراحة استمتعت فيها. شكرا لكم للمشاهدة والسلام عليكم.